ويمسا الفل ايفريبودي، معكم عمر عبد الرحيم. اهلا وسهلا بيكم في الحلقه الثالثه من سلسله يعني كلمات بننطقها غلط، كلمات شائعه. وفي السلسله دي بنجيب كده شويه كلمات شائعه بشكل راندوم، بشكل عشوائي جدا، احنا كبرنا بننطقها غلط وبنحاول نتكلم في الصح بتاعها. يا ريت تشوف الاجزاء اللي فاتت عشان تقدر تشوف احنا متابعين في ايه او شغالين في ايه بالظبط. اول كلمه معانا النهارده اللي هي determine. احنا كبرنا كده بننطقها determine، يعني احنا كان عندنا المايند سيت كده اللي هو بيقول لك لو في اي وقبلها بعد كده حرف كونسونانت بعد كده حرف whatever كان اللي كنا القرف اللي كنا بنسمعه كان ايه، هو نطقها الحقيقي determine يعني معناه ان انت تحدد حاجه. كلمه شبهها جدا اللي هي examine، ده برضو نطق صحيح بتاعها examine مش examine، هي التاني examine ان انت تختبر حاجة وإلى حد ما طبية شوية. الverb البسيط ده جماعة اللي هو say، اللي هو انت تقول حاجة. لما نيجي نقول he says البرنسيشن بتاعها بيتغير، لما مش بيبقى he says، لا he says يعني بسيطة جدا كده says، زي كأنك بتقول كده s-e-z says. الكلمة اللي بعد كده هتبقى شامبو. الشامبو اللي احنا بنستحمى بيه عادي خالص طلع اسمه شامبو. تخيلوا اسمه شامبو. يعني انا اروح لمراتي اقول لها احنا محتاجين شامبو في البيت. او تروح لعم احمد البقال مثلا تقول له انا عايز شامبو لو سمحت، مش عارف ارد عليه ولا ايه صراحه. والناس بقى اللي بتلعب جيمز شويه الكلمه دي اسمها resume as a verb، لو تستخدمها كverb اللي هي resume ان انت تستكمل حاجه. ولكن كنون بيقول لك بقى ابعت لي، لو انت عايز اقدم على الشغلانه دي مثلا ابعت لي السي في او الريزومي. resume فالنطق بيتغير الى حد ما السبيلنج شويه. فكverb اسمها resume، كنون اسمها resume. برضو كلمه شبيهه ليها شويه اللي هي pause انت بتفتح بقك فيها شويه pause، مش بو لا pause ان انت توقف حاجه، انت مثلا بتشغل فيديو عايز توقف سنه فبتدوس pause مش stop، اللي هي برضو مش stop. عشان كلمه برضو بتلخبط شويه اللي هي replay وreply. replay ان انت تعيد لعب حاجة تانية، اتفرجت على فيديو مثلا عايز تعيده من الأول وجديد، فده كده you are replaying the video. لكن لو حد بقى بعت لك ايميل فأنت عايز ترد على الايميل بتاعه فبتقول reply. آخر كلمة معانا النهاردة بقى يا جماعة اللي هو الاختراع ده اسمه mobile. والنوت الأكثر شيوعا شوية في اليو اس اللي هو cell phone اللي هو الهاتف الخلوي. سيل فون موبايل دي خليها معاك برضو، يعني انت هتعرف صح وتخليه جواك، يعني انت ما تروحش تقول للراجل انا عايز اشتري الموبايل ده لو سمحت. قال له ايه؟ تحس ان في حاجه غلط. فانت بتبقى عارف من جواك ان هو موبو او سيل فون، بس قدام الناس موبايل عادي خالص. ثانك يو فيري ماتش فور واتشنج الجزء ده، ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. بس كده. ولو واخدين بالكم كل السلسله دي اعملها بالترينك في العند بالناس، لا بالعند في الناس اللي اتريقت على الترينك بتاعي. أشوفكم الفيديو الجاي.